اوروبا عشان ياخد تاشيره في شهر، واحنا بندي التاشير المواطن الاوروبي هنا على المطار. اللي يدي المصري تاشيره في شهر ندي للمواطن بتاعه تاشيره في شهر، اللي يدي المصري تاشيره باسمه نديله باسمه، اللي يدي المصري تاشيره على باب مطاره ندي للمواطن بتاعه تاشيره على باب مطاره. دي قاعده دوليه اسمها المعامله بالمثل. حد هينصب عليك ويقول لك بس لو عملنا كده السياحه مش هتيجي، لو عملنا كده ده نصب مش ناقص. مفيش افواج سياحيه بتيجي من الدول الا بسكيديول وبرنامج قبلها بستة شهور اصلا. فلو قلت لهم والله التاشيره مش هتاخدوها الا بعد شهر، اعملوا حسابكم تقدموا عليها بدري. هيسالوك سؤال واحد بس، طب ليه بتديها لنا في شهر؟ مش هيقول لك لا، قول له عشان انتوا دولتكم بتدي لمصر تاشيره في شهر، لو قللت المده هنقلل لكم المده، لكن هيحترم هذا عشان محدش كان كدابين لما نقول لهم ليه كده يقول لك اصل هنعمل ايه عشان السياحه؟ اصل احنا لو قلنا لهم انت شايف في السياحه هتقل، بالعكس ده اخر حد يفكر في طول وقت التاشيره هو السائحين. اكتر ناس بتتضرر من اوقات التاشيره عارف مين؟ مش السياح، السياح بتبقى تدخل لبرامج محطوطه من سته شهور، مش الراجل بيقوم ياخد مارلين مورلو الصبح يلا يا بنتي عزيزه لما بتفسح في مصر، لا ده قبلها بست اشهر بيبقى حاجز وعامل برنامج وحدوته كبير. اكتر ناس بتتضرر من طول وقت التاشيره هم الموظفين الدوليين والدبلوماسيين، هم دول، ودول اللي مش بيستخدموا الضغط، دول اللي بيضغطوا لما يلاقوا كده يقوم يضغطوا يغيروا. واحنا ما عندناش اي مشكله، انت اي تاشيره في الوقت ده هو اللي يجي. وغيره اللي بيشغل المصري بكفاله وبنظام معقد لما يجي المواطن بتاعه هنا نطبق عليه نفس قواعد التعقيد. مش هدفنا نعقد، بس ادام انت بتعمل مع المصري كده نعمل مع المواطن بتاعك كده. طبعا قبل كده من السف والفساد ما فاضلش حاجه، وهو عاوز اصلا يتخلص من المصريين، خلص منهم بالامراض، وخلص منهم اللي جلقهم في البحر الاحمر، ويخلص منهم يقول لهم يلا روحوا على اوروبا والخليج. لكن النظام الوطني ينظر للبني ادم المواطن على انه صار والمصر ده نتحايل عليه ويقول له اقعد انت هنا في وطنك، وطنك فساعتها هيبقى النظام مش نظام عاوز يتخلص عاوزهم يشتغلوا ويشاركوا في المشاريع، وبالتالي مش هيقول لهم روحوا اتهانوا من اجل ان انتوا مش لاقيين تاكلوا في بلدنا. ان شاء الله ستكون بلدنا غنيه، ولن يحتاج المصري اللي بيحب وطنه ويحب يقعد في اشمون ويحب يقعد في قريته ويحب يقعد في وسط اهله، لكن ساجد العمل الكريم ان شاء الله والمناخ الكريم. ايها الاخوه الاعزاء، انا كنت اتمنى ان استمر معكم اكثر من هذا، لكن على مدار يوم من الصباح ومدار زيارات كثيره وعدت لا اطيل عليكم. اشكر لحضراتكم صبركم علي، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه 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 يا جماعه
الشعب يريد أبو الفتوح رئيس.